الأستاذ محمد زيان يحتضر داخل سجن العرجات بالمغرب. الأستاذ محمد زيان الحالة الصحية ديالو في تدهور. الأستاذ محمد زيان فقد أكثر من 80% من السمع ديالو في إحدى الأذنين، كذلك كاين عنده اضطرابات في العين ديالو اللي تقدر تؤدي به على أنه يفقد البصر ديالو. السيد محمد زيان والأستاذ محمد زيان يعاني من مشاكل كبيرة في العمود الفقري ديالو، خلاته ما يقدرش يتمشى وما يقدرش يجلس، كيعاني من أشياء اللي كبيرة. وشوفوا واش الأستاذ محمد زيان غادي يخرج حيا من السجن. الحرية للأستاذ محمد زيان، أطلقوه. صراحة الأستاذ محمد زيان حطيت واحد الارتيكل في الوقائع المغربية، دخلوا قراوه باش تعرفوا المزيد من التفاصيل فيما يخص الحالة الصحية للأستاذ محمد زيان والحرية لجميع المعتقلين السياسيين.